أراكم بعد قليل في حوار لندن. أنا عزام التميمي ومعي عبد الله أنس وأحمد الشيبة والطيب غيلوفي. سنناقش قضايا الساعة ومنها أحداث الدعس والطعن التي حصلت في أوروبا مؤخرا، وتداعيات الوضع في اليمن، وما قيل عن فشل الحرب التي تقودها المملكة العربية السعودية هناك، وأيضا تطورات الأزمة الخليجية وما ادعاه السبسي من أنه يريد، السبسي في تونس، من أنه يريد أن يغير أو يعيد النظر في قانون الإرث ويسمح بزواج المرأة المسلمة من غير المسلم. في الساعة 7 بتوقيت غرينتش، الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة.